ويقال دي اقدم جيل اللي قعدت تحت منه العائلة المقدسة، ويقال ان الشجرة دي انحنت علشان تخبيها من جنود هيرودوت اللي كانوا بيتبعوها عشان يهلكوا سيد المسيح عليه السلام. دي تاني جيل منها اتزرعت في القرن ال17 لما جم جنود الحملة الفرنسية هنا في معركة في عرب الحسن، جم اكلوا منها ما اقتصرش بس على الاكل، هي كانت بتنزل مادة بيضة دهنوا جسمهم طبعا بيها فشفوا بامر الله من بعض الامر، حفروا اساميهم هنا بالسيوف عليها. شايف حضرتك حاجه انت كبيره؟ اه. هتلاقيها كلها حروف، مش هنشوف اسامي لان الشجره طبعا مسكت في بعضها وايدي. دي اللي هي المفرعه، دي الجيل الرابع منها، لان الجيل الثالث زي ما قلت لحضراتكم في الكنيسه الكاثوليكيه اللي بره، اخدوا فرع من هنا زرعوه هناك، لما كبرت عندهم جابوا الفرع مره تاني وزرعوه هنا عشان تبقى بالشكل ده. الحاجات دي لقوها جنب الشجره في الحفاير، يقول ان ستنا مريم كانت بتستخدمها في حياتها اليوميه، لان هي كانت طبعا بتستخدم حاجات من الطبيعه. تعالوا معايا بقى اوريكم بقيه المكان. اكيد ده فاضي. طبعا كان عندك